ارتفاع ملحوظ في نسب التلوث بالبصرة بات يشكل خطرا على الأهالي بصورة مباشرة، وفق تقارير مكتب حقوق الإنسان الذي أكد أن المحافظة اليوم تعتبر المدينة الأكثر في العالم بإنتاج الملوثات والتغيرات المناخية، كاشفا أن الحراك الحكومي الاتحادي الذي عقد قبل عام لمواجهة أزمة التقلبات لم يطبق من بنوده سوى 5%. البصرة اليوم هي تقع كأكثر بقعة في العالم تأثرا بالتغير المناخي، يعني اليوم البصرة هي الأكثر بإنتاج الملوثات البيئية. الحراك الحكومي من يوم مجيء رئيس الوزراء لعقد المؤتمر الخاص بالتلوث، المؤتمر المناخي العالمي الذي سمي بالعالمي، إلى اليوم 5% من هذه المقررات لم تكن على الأرض. ناشطون من جانبهم أقاموا وقفة احتجاجية أعربوا من خلالها عن استيائهم الكبير أزاء إهمال ملف الملوثات في محافظة البصرة، لا سيما بعد ارتفاع معدل الأمراض التي تنوعت ما بين السرطان والفشل الكلوي والأمراض الأخرى، فيما لوحوا بالنزول إلى الشارع في حال استمر التغاضي الحكومي عن ما تشهده المحافظة من معاناة على عدة أصعدة. يعني أكثر من كتاب توجه للحكومة المركزية والحكومة المحلية، لكن قابل بالإهمال. إحنا راح نصير عندنا وقفات احتجاجية أمام مجلس النواب وأمام الحكومة المحلية، وراح تصير عندنا تظاهرات عاليات ديمقراطية سلمية باعتصامات يعني رفع صور المسؤولين اللي ما يستجيبون والدوائر والمؤسسات اللي ما تستجيب وإعلانهم وإشهارهم أمام العلن أمام المجتمع الدولي. أكاديميون من جانبهم أشاروا إلى وجود معدلات واضحة تدل على ارتفاع نسب الأمراض في البصرة، لا سيما الفشل الكلوي الذي بلغ أكثر من 20,000 حالة، فيما الحلول المطروحة تكمن في استخدام الطرق الحديثة لمعالجة الغازات الناجمة عن الاستخراجات النفطية، فضلا عن العمل على توسعة حجم الغطاء النباتي. الشركات النفطية يجب أن تركز على التكنولوجيا الحديثة في تقليل الانبعاثات الغازية، يجب على الحكومة الاهتمام بهم بشكل أكبر. يعني مرضى السرطان، مرضى الفشل الكلوي، نلاحظ في محافظة البصرة ظواهر حقيقة مؤذية حقيقة، تجد لافتات وهناك من يستجدي في التقاطعات من أجل تجميع مبلغ العملية للفشل الكلوي، وتسجل الأرقام أنه لدينا في محافظة البصرة أكثر من 20,000 حالة فشل كلوي. خالد السلامة لقناة الفلوجة، البصرة.